يا مرحبا فيكم اخواني المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم برنامج وسم، اللي دائما نختار فيه المواضيع الامانه الجميله القريبه من واقعنا، ثقافيه، اجتماعيه، تربويه، تراثيه، ولا شك يعني يضفي على يعني هذا البرنامج جمال اكثر وجود استاذنا وحبيبنا الغالي ابو عبد الله، اللي الامانه استفدنا منه الكثير. ودائما نستمتع معاه يعني في الحوار سواء امام الكاميرا او خلف حتى الكاميرا. الله يرضى عليك اخوي. شلونك ابو عبد الله؟ والله الحمد لله، طمنا على صحتك. خير ونعمه، عساك طيب ان شاء الله. الحمد لله، عسى عسى يا رب. احنا ابو عبد الله مثل ما بينا في بدايه الحلقه ان دائما نتكلم عن مواضيع يعني قريبه من واقعنا ومجتمعنا. اكيد. وحنا الامانه يعني نعاني الان من مشكله هي لا شك انها يعني مشكله قديمه ما هي جديده يعني، لكنها قد تكون يعني يقولون الناس انها زايده في هالزمن. اي نعم. اي والله، اللي هي طال عمرك موضوع الحسد. صحيح. وعسى الله يعافينا وياك منه. آمين. يعني هذه آمين. الامانه مشكله وداهيه يعني من دواهي الامور. اكيد صح. فودنا يا ابو عبد الله نسمع يعني تعليقك ونسمع يعني حديثك حول هالموضوع. اول شيء انا سعيد بلقائك اخوي ابو مطلق، وسعيد بلقاء الاخوه المشاهدين، ارحب فيكم. وهو احد الموضوعات اللي ما تدري يعني هل تبدا الله. تؤسس للفكرة أم تتحدث تنطلق من الواقع. نعم صح. لأن الواقع مليء. يعني أنا أذكر يعني أحد وجهاء الكويت في فترة قريبة يعني تكلم عن يعني صرح تصريح كان خطير في موضوع الحسد، وهذه يعني أغلب أهل الكويت يعني يذكرونها، وكأن توجيه ونقد، يوجه نقد اجتماعي لحالة اجتماعية، التنازع والخلافات ما بين الأسر، ما بين الشركاء في الشركات، الأصدقاء، الجيران، عرفت؟ أحد الناس يقول لي أنا سافرت مرتين في فترتين متعاقبتين في فترة قليلة، وعرف بعض الأصدقاء يقول ما استطعت أني أتخلص من حسد بعض الناس بسبب يعني اني مثلا سافرت مع اسرتي وسافرت مع اصدقائي عقب، يقول ما استطعت اني اتخلص من حسد الحاسدين بسبب، طبعا بالاضافه الى فشو النزعه الماديه عند الناس اللي خلت الحكم المادي هو رقم واحد، والنظر المادي للاخر هو يعني يتصدر الحكم على الاخرين، فبالتالي هذه أيضا إحدى المشاكل. بينما في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى ضرورة عدم الحسد، وأن العلاقات لا تبنى على الحسد، وأن الحسد نار تحرق من حولها. النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الترتيب العجيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا وكونوا عباد الله إخوانا. أولها الحسد، أولها قال لا تحاسدوا. وفي هذا المعنى يعني الإنسان اللي يحسد ترى في مشكلة دينية عقائدية عنده. ليش؟ لأن يعني النعمة التي يتمتع بها الشخص الآخر اللي أنت قاعد تطالعه منين جت له؟ هذه جاءت من الله سبحانه وتعالى. علشان كذي أحد الناس المحسودين يقول أيا حاسدا لي على نعمتي، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب، لأنك أنت ما رضيت على عطية الله سبحانه وتعالى لي. والعطايا مو شرط تكون مادية، إذا كان الله سبحانه وتعالى أعطاه قصر فأنت أعطاك صحة، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه مال وفلوس وثراء فأنت أعطاك أبناء نجباء، إذا الله سبحانه وتعالى أعطاه كذا فأنت أعطاك كذا. فإذا يعني أرزاق 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 مثل ما تفضلت. واحنا عندنا في المجتمع الكويتي في حديثنا الدارج الكويتي في هناك عبارات جميله جدا توصف وتبشع حاله الحسد. نعم. علشان كذي الكويتيين يقولون الحسود فيه عينه عود. حود. نعم. والكويتيين يقولون الرزاق بالسماء والحاسد والحاسد بالارض. ها؟ ويقولون لولا الحسد ما مات احد. صح. أيوة. والى اخره من تلك العبارات. صح. التي صح. تبشع هذا السلوك الاجتماعي السيء المدمر الحارق للعلاقات الاجتماعية. الحسد هو حارق للعلاقات الاجتماعية، بل في تاريخنا في تراثنا هناك العديد من العلماء الذين تعرضوا لمشاكل ولنير الحسد، منهم الإمام ابن حزم
حرقوا كتبه. الإمام ابن رشد القرطبي صاحب كتاب البداية والنهاية أيضا اتهموه بالزندقة ورمي بالسجن سجن وأحرقت بعض كتبه. وأيضا الإمام الشافعي يعني خصومة من المذاهب الأخرى أيضا يعني تعرض لمشكلة الحسد، والعديد الإمام ابن القيم رحمه الله أيضا، الإمام ابن تيمية رحمه الله. هؤلاء في الحقيقة كان للحسد أثر كبير جدا في حياتهم العلمية والفكرية والاجتماعية. فالحسد هو أحد الأدواء الخطيرة جدا، اللي فرصة من خلال إطلالتنا وحوارنا مع أخوي أبو مطلق إن احنا ننوه إلى خطورته، وإن احنا ننتزعه من قلوبنا. وما يدخل الجنة إنسان في الحقيقة وفي قلبه هذه النار المشتعلة. أي والله فعلا. وحنا إن شاء الله يعني داركنا ما يقول الوقت. أي نعم. والآن عندنا إن شاء الله فاصل بسيط ونستكمل ما تبقى من هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم أعزائي المشاهدين، نتابع الحديث معكم حول هذا الموضوع، موضوع فكري، موضوع قيمي، موضوع أخلاقي وسلوكي أيضا، في الحوار مع أخوي أبو مطلق حول هذا الموضوع. أكيد عند أخوي أبو مطلق العديد من الأفكار والمعاني حول هذه المسألة السلوكية والأخلاقية، فبماذا تود أن تحدثنا في هذا الموضوع أخوي أبو مطلق؟ الله يعزك أبو عبد الله. حنا طال عمرك نستشهد دائما يعني بالشواهد الشعرية. أي نعم. ودائما سبحان الله الشعر له ارتباط في المواضيع بشكل عام. أكيد. فلما نسمع عن الحسد. أي نعم. الله يا ربي عافينا احنا وياك واخواننا المشاهدين منه، لان للأمانة الحسد كارثة. أي والله. تعتبر. أي والله. وتحرق يعني سبحان الله يعني الأجور، وتحرق سبحان الله الحسنات، وتحرق. أي والله. يعني حتى انا استذكر في بيت كانوا يقولونه، والله قبل ما اضبط انا 100% بس اعتقد يقول لله در الحسد ما اعدله. أي نعم. بدأ بصاحبه فقتله. أي نعم صح. يعني الحسد هذا أصلا صاحبه لو يفكر تفكير يعني واقعي. أي والله. يعني أنت شنو تستفيد من الحسد؟ أكيد. يعني لما تحسد الناس. أي والله. غير أن طعمك ترهق يعني نفسك. أي وغير أنك نعم. تفكر في شيء ملك. أي والله. يعني حنا هن من أول يعني أمثالهم الجميلة يقول اللي ما هو لك عسر عليك. أي والله. يعني شيء مو مكتوب لك. أي نعم. والله نعم. أن هذا مثلا يملك عمارة، ولا هذا يملك سيارتين، ولا هذا يملك بيت، ولا يعني أنت الآن يعني لما تحسده ثق تمام انك انت ما راح تستفيد شيء. اكيد. غير يعني الذنوب وغير المشاكل، وقد حتى تكون مشاكل حتى نفسيه. اي والله. فتسمع سبحان الله يعني ان بعض الناس يا ابو عبد الله يعني يقع منهم الحسد سبحان الله، يعني ما تقول يعني من جانب يعني جهل. يعني هذه سبحان الله ارزاق مقسمه بين الناس. اي والله. يعني انت ما تاخذها بقوتك. أي نعم. ولا بشطارتك. يعني هذا الشاعر رحمه الله عليه عبد الله بن الويحان شاعر كبير. اي نعم. كان يقول الطيب يخلق في قلوب الرياجيل. ما هو في بنك التجاره تجاره. اي والله. والرزق من عند الولي بالتساهيل. اي نعم. ما هو في القوه ولا بالشطاره. اي والله صحيح. هذا رزق يجيك من الله سبحان الله متيسر وسهل. فلا تعتقد لما تحسد الناس يعني تشوف الله واحد مميز او انه كذا، هو موجود، هذا واقع موجود الامانه. صحيح. حتى ان احد الشعراء كان يقول حسد الفتى. أي نعم. إذ لم ينالوا سعيه. الله. فالناس أعداء له وخصومه. خصوم. نعم. الله مستعان يعني. أيوة. يعني هذه مشكلة. بالعكس أنت لما تشوف شخص في نعمة وفي خير ادع لأن الله يزيده وقول عسى اللي عطاك ما يعني يعطينا. نعم. هذا اللي نعرفه احنا صراحة. نعم. عمرك تتمنى أن الناس يعني أعوذ بالله يعني. صحيح. الحسد وأنك ما تتمنى لهم الخير، هذه بلوى. يدمر العلاقات. أي والله يدمر العلاقات. نعم. وسبحان الله. وأنا أذكر من القصص. أي نعم. اللي يعني كانوا يقولونها يعني قبل يسولفونها. هذا طال عمرك وزير. اي نعم. عند والي في الزمن البعيد طبعا. هذا الوزير سبحان الله يعني في حسد وما يبي احد يكون قريب من الوالي. ففي يوم من الايام جاء شخص جديد عليهم. فاستلطف الوالي وقام يحبه وقام يحب الجلوس معاه وقام يحب يكثر الحديث معاه واحيانا يشاوره في بعض الامور. هذا الوزير تضايق. بمعنى اصح حسد هذا الشخص، صار فيه حسد عليه. اي نعم. قال شلون هذا ياخذ مكاني وانا قبل يعني قريب منه، وهذا شخص اقل مني، وهذا اسلوب الحاسد دائما، هذا اقل مني، هذا احقر مني، انا احسن منه، انا اطيب. نعم. منه انا. فسبحان الله قام وعزم هالشخص اللي صار قريب من الوالي، قال ابيك تتغدى عندي اليوم. فيوم تغدى عنده كثر الثوم في الوجبه اللي قاعد ياكلها. حطها في الصحون اللي من صوبه وهو ما ياكل منها. اي نعم. فتغدى ذاك، وذاك استحى بعد يعني معزوم ما بستحى يقول ما ابي اكل ثوم او اني. صحيح. ما ابي كذا. وذاك اكل وخلصوا. يوم خلصوا قال لك رايك نسير على الوالي. مر عليه.
قال والله ما في باس انا متفرغ ما عندي مشكله. يا خلاص اجل بعد ساعه موعدنا عند الوالي. فراح هذا الوزير الحاسد اعاذنا الله وياكم الحسد امين راح للوالي اي نعم فقال له قال ترى فلان اللي خبرك اللي قام يجيك وصار قريب منك كذا انت يعني مهتم فيه وكذا ما تدري هو يكرهك اصلا ولا يحبك ويتكلم فيك عند الناس ويتكلم قال معقوله؟ قال لي نعم معقوله وهو راح يجيك حتى بعد شوي. طيب كالعاده يعني يسوي نفسه ما يدري كالعاده هو مو كل يوم يجيك؟ قال لي نعم كل يوم يجيني. قال ترى راح يجيك وراح يسوي شغله. قال شنو؟ قال راح يتحاشى انه يقرب منك. قال بعد فوق هذا؟ قال لي لانه يقول هو حق الناس انه ريحه الله يعزك فم الوالي مزعجه. فهذه من الشغلات اللي يقولها وراح ياكدها الحدث بعد شوي. ليش ليش تستعجل؟ فعلا جاء وقعد في مجلس الوالي وكان قريب منه الوالي حاول يقرب منه بيكتشف يعني الكلام صح وغلط. فقام هو فعلا يبتعد كل ما قرب منه قام يبتعد. فهذا الشيء اكد للوالي ان كلام الوزير صحيح الوزير الحاسد. فقام الوالي هذا وكتب كتاب وعطاه هالشخص هذا اللي ماكل الثوم اللي صار قريب منه. اي نعم ايه عطاه كتاب هذا الشخص ما يقرا فقال له قال روح وسلم هالكتاب هذا لفلان. فقام الحاسد هذا الوزير تضايق قال الحين انا فوق اني قاعد اتكلم عنه فوق اني قاعد اقول انه مو زين واقول انه يتطنز عليك ويروح بعد يعطي ورقه ويكافئ بعد هذه والله المشكله. فيوم طلع لحقه الوزير هذا لحق الشخص هذا فقال له قال يبغى انت ما تعرف هني وانا وزير وعندي يعني معارف وكذا فانا ما بيك تروح وتتعنى عطني الورقه اللي معاك هذه وانا اروح ارتب لك الامور انت خليك مستريح. فراح هذا الوزير لما وصل حق المكان اللي فيه تسليم الورقه هذه اكتشف انه مكتوب فيها اقتلوا حامل هذه الورقه. الله فشوف يعني الحسد احيانا وين يجر الانسان؟ نعم نعم يعني نعم احيانا نعم تحسد بعض الناس او تحب تخرب علاقته مع احد تحسده ترى ثق تماما ان علاقات الناس ما راح تضرك. اي والله ومحبه الناس بين بعض ما راح تضرك اكيد وانت اذا انسان طيب ومحترم الناس بتحبك ما لها علاقه انك تكره فلان في فلان صحيح او تحسد الناس على ارزاقهم او تحسد الناس على عيالهم وعلى فالله المستعان يا ابو عبد الله. الله المستعان والله الحديث شيق وعن آفة اجتماعية نتمنى ان الناس نعم يعني اللي ابتليت فيها ان تتخلص منها وان الله يعافينا جميعا من هذه الآفة المدمرة. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يبارك لنا في اوقاتنا واعمارنا. اللهم آمين. ونلتقيك عزيزي المشاهد في حلقة متجددة من هذا البرنامج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.